بيتر منورنا في شادة البلد، مبسوطين انت معانا النهارده. يا نبيل انا مبسوط ان انا شفتك، دي اهم حاجه. مبروك الفيلم. لو اتكلمنا على ردود الافعال هنا في السعوديه وفي مصر كمان، يعني في ناجي زيكو رد فعله في الوطن العربي كله كان كبير جدا، في مصر، في السعوديه، في الامارات، يعني في كل الدول تقريبا. الحمد لله عمل الناس حسيته وحبته، فالحمد لله انا موجود النهارده في ترشيحات الجوائز. اول مره في السعوديه، اول مره في السعوديه، مبسوط جدا والترحاب شديد جدا، وبشكر هيئه الترفيه وبشكر معالي المستشار، ودايما في نجاح ومن اعلى لاعلى ان شاء الله. يعني ان شاء الله. شكرا بيك سنه بيبي. شكرا.